الايفنت النهارده بناء على توصيات منظمه الصحه العالميه بعمل يوم عالمي لصحه وسلامه الغذاء تحت شعار غذاء امن لصحه افضل. الحقيقه وزاره الصحه العالميه منظمه الصحه العالميه لقت ان مشكله الغذاء الامن بقت مشكله متفحله، خاصه طبعا في الدول الناميه او الدول ذات الدخل المحدود يعني. فعايزه عملت اليوم ده لحاجتين، لرفع الوعي عند مقدمي الخدمه الصحيه كلهم، وده ده اول يوم عندنا يبقى في جلسات علميه متخصصه للمتخصصين، اطباء، اخصائي صحه وسلامه الغذاء، اخصائيين تغذيه، والشافس اللي بتبقى في اماكن بتقدم كميات كبيره، المستشفيات، المطاعم، الاوتيلات. ايمان، من دور المستشفى في نشر الوعي اللي موجود لينا للمجتمع، احنا بس مش بنعالج العيانين بتوعنا، لا احنا عايزين كمان ننشر الوعي حوالينا لكل اهالي المرضى وللدكاتره الصغيرين اللي ممكن يستفيدوا من المعلومات اللي ممكن تتقال النهارده. في نفس الوقت تضامنا مع اليوم العالمي لصحه وسلامه الغذاء اللي بتنظمه منظمه الصحه العالميه، المستشفى حققت ده وعملت اول مره تحتفل باليوم ده. والنهارده ان شاء الله هيبقى في نقاشات علميه طويله بتتناول ازاي ان احنا نقول تاثير الغذاء الغير امن من اول ما بيجي لنا من المزرعه وكيفيه التخزين بتاعته، وده هيتم طبعا في ورش العمل اللي هتتناول عليها بكره ان شاء الله نشتغل عليها. والنهارده هنناقش التاثير العلمي بقى او النقاش العلمي لتاثير الغذاء الغير امن على الجهاز الهضمي. سلامة الغذاء الحقيقة ليها علاقة بأمراض كتيرة قوي مزمنة، أو أمراض زي السرطانات اللي هي ابتدينا نشوف فيها تزايد، على أولا في فئات مختلفة، وثانيا كمان أنواع مختلفة، وكل ده ليه علاقة كبيرة جدا بسلامة الغذاء. وسلامة الغذاء هنا مش بنتكلم بس الغذاء اللي حضرتك يعني عندك في البيت والطريقة اللي أنت بتتناول بيها الغذاء، ولكن أيضا من أول ما بنزرع الغذاء ده، التربة، الحاجات اللي بتتحط على في الزراعة، إزاي بيتم تناول الغذاء لحد ما بيوصل للمستهلك، وبعد كده المستهلك او الاسره ازاي بتتعامل مع الغذاء. اذا ما اهتمينا اليوم ونشرنا الوعي ما بين المواطنين وما بين ايضا الجهات المسؤوله لما لهذا اليوم او لما لهذه المناسبه اهميه في نشر الوعي، كذلك الاهتمام بسلامه الغذاء يتضمن توافر الشروط الصحية في إنتاج الغذاء وتسويقه، وكذلك نشر الوعي ما بين المواطنين، الاهتمام بالمحتوى الغذائي من ناحية المكونات بحيث تكون مكونات صحية.